وسهلا ومرحبا بكل اوفياء المواعيد الثقافيه وين ما توصلكم صورتنا وصوتنا عبر الوطنيه الثانيه. سعداء انه نصافحكم كما كل مساء من خلال موعد الثقافه طوق الياسمين، موعدكم اللي تعودتوا به ويطل عليكم كل ليله من خلال تغطيه خاصه وسبيسيال المهرجانات الصيفيه. حصه جديده تنطلق الان وباش تكتشفوا فقراتها تباعا. مرحبا بكم الناس الكل. شكرا شكرا لطوق الياسمين. التغطيات والمواكبات في طوق الياسمين ديما تكون متنوعه، هذيك علاش احنا ما نجموش نكونوا كان في تونس العاصمه فقط، ايضا تحولوا للجهات. فريق البرنامج اتحول تحديدا الى قرقنه في مواكبه للمهرجان الصيفي في عروض موسيقيه فنيه متنوعه وايضا عروض بحريه. كالعاده فريق برنامج طوق الياسمين كان في الموعد، خلونا نمشيوا معاهم مع اكثر تفاصيل. جزيرة قرقنة كانت على موعد أيام 2-3 و4 سبتمبر مع الدورة الأولى لمهرجان الشرفية في مرسى أولاد عزدين. الهدف تعزيز الثقافة بالمعتمديات، دعم لمركزية الثقافة وتشجيع المهرجانات ذات الخصوصية الثقافية. أجواء احتفالية ومعرض صور شمسية انتظم بالمناسبة، وخرجة بحرية لمشاهدة رمي الشرفية، وفرق فولكلورية أثت على المهرجان أجواء احتفالية لاقت استحسان الأهالي والزوار من داخل البلاد وخارجها. نجم المشروع يهدف إلى تركيز مرصد للصيد البحري في قرقنة وإلى تثمين طرق الصيد البحري التقليدية سورتو في قرقنة كما الشرفية. البرنامج متاعنا بدأ اليوم افتتاح مهرجان الشرفية في الدورة الأولى، هي دورة تأسيسية بمنطقة أولاد عزدين تحديدا بمرسى أولاد عزدين. اختيار المنطقة ما كانش اعتباطي الحقيقة، أولاد عزدين معروفة بنشاطها الفلاحي كسوة صيد بحري ولا فلاحة برية، معروفة بحفاظها على طرق وتقنيات الصيد البحري التقليدية، معروفة كذلك بحرص بحر على الحفاظ على منتوجات البحري والتنوع البيولوجي في البحر واحترام ربما البحر بالابتعاد عن الطرق الغير مشروعة للصيد. كذلك معروفة بإنتاج الكروم والزيتين والأعنب اللي يعني الجودة ممتازة جدا في قرقنة.
علاش شرفية؟ علاش سميناها شرفية؟ كما قلت لك تثمين أهم طرق صيد البحر التقليدية في قرقنة اللي هي شرفية، كذلك تهدف التظاهرة هذه ربما إلى إدراج الشرفية بالتراث العالمي وفق الاتفاقيات المبرمة ما بين الدولة التونسية ومنظمة اليونسكو. المشروع هذا هو شراكة ما بين برشا أطراف كما برنامج دعم المجتمع المدني الباسك، كذلك جمعية جوني سيونس فرع قرقنة، جمعية شبان والعلم فرع قرقنة، دار ثقافة قرقنة، إدارة صيد البحري في قرقنة، دونك برشا أطراف الحقيقة تفاعلت في بعضها معناتها بين بعضها باش عملنا مهرجان الشرفية في الدورة الأولى. سيناجي عز الدين توا تجمش تحكينا كيفاش تتم عملية زرع الشرفية؟ رميان الشرفية. رميان الشرفية. رميان الشرفية هو الإنسان يكون عنده مبدا يعرف البلاصة ويعرف الطيار ويعرف ويحضر جريده ويحضر حصيرته باش يبدا يجمز بالشرفية. في عنا مو تجيش في الماء خاطرش الماء يجي مية يدنى ياسر تتنصب في الحياة. نهار 5-6 في الحياة تتنصب بالشرفية. ينصب القطار في الجريد يتنصب تعب بجنب الكعب وتكون بعيدة شوية على أول مرة بين الجريد والجريد فما شوية وسع باش ياخذ اتجاه لينية واحدة باش كارت الحوت كيف تبدا تشوف هكا تفوت ديرك ترى الضوء لهنا تو كي تقف هنا ترى الضوء إذا نصب نصب الرجل يقيس ياخذ بلاصة ما مش تجيه المنكب فما متراج يتقاس بالسقين بالقدم ويغرس جريده كما غرسها هذيك ثم ويبدا ينصب يرمي الحصيره هذه الاولى اللي نصبها الرجل يرمي هيك الاولى وبعد تالي ياخذ هذه الدوره الكبيره بعد تالي ياخذ الحصيره الاخرى خذاش يحصر الزوز هنا عمل باب الدار وصل باب الرزق لهنا حتى مقد قد مع بعضهم سنترين ومريقلين وضوهم رجله ياخذ دوير هذه الصغيره دوير الصغيره هذه اللي هي نحن نقول كانت الحوت تكون بالرزق عملية تعب متعبة شوية ما بحرف كله متعب وعطينا علاش تعملوا الشرفية الهدف علاش نول هذا الشرفية مورد رزق نعم ايه باش نصطادوا الحوت ايه مورد رزق باش نصطادوا الحوت نحن توا برشا القرقنة كثيرة القرقنة كلهم يملكوا الشرفية كل مورد على خاطر المورد رزق نتاعهم مشرفي الحوت بجميع انواع تدخل اي الحوت الازرق قليل شويه نحن خاطرش نحن نرميه في القصير هناك هاك السبارس وهاك المطيق وهاك الشوابي وهاك القرنيت وهاك القطوس وهاك المنكوس يعني الحوت القصير الكل وهاك الخدير يوميا تجيو تلموا يومي فما اللي بحر يوميا وفما اللي بحر نهار بعد نهار وفما اللي بحر بعد ثلاثة أربع ايام وكيفاش غزر خاطرش الشرفية كل 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 بشر شنو بشر بلاصه بلاصه تلقاها فيها تتهزك النهار وديما موجود فيها خاطرش في التعديل توصل واحده للمني واحده ما يزيدش عليها يقول لك هذه ما فيهاش رسم هذا مصور السجن We'll be right back.
الشرفية احنا وارثينها على جدودنا، خلوها لنا جدودنا واحنا خذينا بصفتها صناعة تقليدية وتمدينا عليها كمصدر مورد رزق باش نتعاونوا بها ونجيو للشرفية لهوني. احنا خذيناها على جدودنا والحمد لله معناتها ما انتثرتش ما ضاعتش، معناتها مازلنا محافظين عليها. والعملية هذه سنويا كل في الوقت نتاعها كل عام معناتها نصبوا الشرفية. عندنا بريود نعملوا شرفية نتاع في الصيف خاطر تعمل فما تجي المروبة في الخريف تطيح هكا الديار اللي على الحية معناتها على البحر يتقوى البحر يطيحها. نعاودوا دخول الربيع مع دخول الربيع البحر يتفرد شوية، أول ناس كانوا مش نعوموا احنا باش نصلحوا الدار هذيك وتولي تنتج باش تنتج الحوت الأزرق. الحاجة الباهية احنا ما زلنا معناتها محافظين عليها الشرفية هذه. تو في بلايص أخرين ضاعت في كيما تو احنا من نجيو في احنا ما حناش بعاد قرقنا وسيدي منصور كان سيدي منصور كل شرافي معناتها احنا بعاد اندثرت تو تلقاها من سيدي منصور مازالت شويه في انتم العائلات مازلتوا محافظين عليها مازلت شويه في جربه موجوده. باش تعملوا كل عام دوره مهرجان كل سنه دوره الاولى ان شاء الله احنا بدينا ان شاء الله في المهرجان نتاع السنه وان شاء الله معناتها حاجه بادره باهي وان شاء الله يعاونونا باش نكملوا في يعاونونا باش نكمل المهرجان وندعم دعم للشرفية باش الناس تتطور باش تكمل في المسيرة هذه. والولاد نتاعنا الصغار اللي لاخدين علينا احنا كبرنا توا كيما نقولوها ان شاء الله نسلموا المشعل للولاد الصغار باش يكملوا على المنال هذو خاطرها ما هياش مش كل يوم معناتها انت باش تلقى مورد رزق مش تدق على واحد تقول اعطيني مورد رزق، لا هي موجودة في البحر. دعم تعول على روحك تخدم على روحك وبحول الله والرزق على ربي. بالنسبة اللي نعرفه احنا واللي موجود حسب الرسوم اللي الملكيه نتاع الشرفيه موجوده في كان في قرقنا وفي معناتا نقولوا احنا تونس، اما في العالم كامل ما شفناش شرفيه كيما هكا معناتها. واحكي لنا شنو الفرق ما بين السمك اللي نحصلوا عليها عن طريق الشرفيه والسمك اللي ما نصطادوه بوسائل اخرى؟ بالوسائل الفرق اللي بيناتهم ان الحوته تدخل للشرفيه وتعم اللي جاء احنا ممكن هزوها بعد 12 ساعة انت مش تلقاها صايمة مش تلقى كرشة ما كلاتش حواج اخرين معناتها سيبت هاك اللي عندها الكل ما كلاتش حاجة اخرى وصامت ومش تعطيك حاجة ناتيرال معناتها. بينما الحوت اللي مش نصطادوها احنا وقت اللي كان في الشباك هي مش تتخنق شوية مش تعطيك البنة متاعها خاطر معناتها فما عملية الاختناق متاعها مش طبيعية. بينما احنا كي نهزوها الحوتة في الشرفية تاخو هاك الموت الطبيعي معناتها بنة شوية اي بشوية البنة متاعها ان معناتها كي تسوم زادك معناتها تو كي تقول لي الحوت تاع الشرفية مطلوب في تونس مطلوب الحوت. الفرق متاع الشرفية ان الشرفية مرمية في القصير والقصير ياخذ في البون سولاي معناتها ياخذ الشمس والحوته تاخذ الشمس. بينما كي نهبطوا للاعماق يولي الشمس معناتها الفيتامينات والشمس فيها فيتامينات كان للبشر ولا للحوت معناتها عوامل اخرى معناتها ممكن ما نجمش نفسرها لك انا خاطر ما اما اللي نعرفوه احنا جربنا بحسب ما ناكلوا احنا الحوت اللي في المجرى والحوت اللي في القصير وكي ياخذ الشمس سبحان الله فما شويه ديفرنس ما بين الظل في المطعم والبنة نتاعو. مش نوصل الموال هذا باش نتعلم من عند جدودي كيفاش نرمي الشرفية وكيفاش عليها مورد رزق نهار اخر مورد رزق نهار اخر وقت الضروره وقت الضروره ما تقراش نقرا حتى تبدا صعوباتها نحافظ عليها. الشرفية هيك ما تتنحاش كما نقولها تقعد الجد جد وما توفاش وعمرها ما توفى وتتنحى على الشرفية احنا نموتوا احنا نموتوا 12 فيه نموتوا ويمشي علينا كعبة الحوت صحيح. ايه تو حسب رايك شنو الصعوبات اللي نلقاهم في العملية هذه رمي الشرفية؟ هاك تشوف فهمت ولا لا؟ هاك تشوف تعب كبير فيها برشا فهمت ولا لا؟ فيها تعب كبير برشا فهمت ولا لا؟ راهو ما تشوفش تو راهو الدنيا سخونة فهمت ولا لا؟ تو حاليا الدنيا سخونة عمال تدير برشا فما انتاج لو كان كيما نقولها يخف علينا الكيس هو هرنا الكيس هو اللي كيما نقول حوت شويه تقع فهمتني ولا يهز فيه باش خف هو الحوت باش خف وقل كثر الكيس هو اللي كيما نقول ما تحكيش حتى كاين فهمت ولا يكر بالالوف شخف تمشي النومر هوني تطلع للنومر الوف تلفه شخوف فهمت ولا كركر كرنيت شويه قد هكا شويه بقد هكا. نعم عندي الانتاج موجود مازال فما سمك في قرقنا السمك عمره ما يوفى اما يقل عمره ما يوفى فهمت ولا اما يقل
بشويه بشويه فهمتني ينقص الانتاج كي يكثر الدهك كي يكثر عليه فهمتني ولا والكيس هو اللي يخليه كيما نقول كي يكثر عليه الدهك هكا كشي يخف البحر تو الشرفيه هذه كانت مرميه لطه هاي سيدي الشرفيه هذه كانت مرميه لطه كان قبل نرمي ولطه كان الرزق موجود لا 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 هذه ابدعتها انا ابدعتها وجيت بالذمه وابدعتها فندق على خاطر اللوطه الرزق ما عادش تمشي تهز الدرينه تطلع تطلع الماء ما تقاش ولا تلقى فيها كعبه حوت رزوز الراجل علاش فهمت ولا شايح على هونيك فهمت باش يجيب قصو En fait, c'est le festival Chartier, c'est très intéressant. Surtout, ça permet aux jeunes étudiantes comme moi de découvrir la culture du pays. Ce qui m'intéresse plus, c'est voir comment ils font, oui, et l'ambiance aussi. المهرجان هذايا الهدف نتاعو تعريف بالوجهه السياحيه الجديده اللي هي قريه ولاد عز الدين والسائح وقت اللي يجي لهوني مش يعيش تجربه انسانيه مش يخرج مع البحار ويكتشف طريقة صيد تقليدية تحافظ على التوازن البيئي وكذلك يساهم الزائر في تنمية موارد البحار ويساهم في التنمية المحلية وهذا هو الجديد في المشروع هذايا وإحنا نكون مع بعضنا لقينا منهجية عمل جديدة فأعتقد أن المنهجية هذه يمكن اعتمادها في كل تونس وإحنا تونس تسخر بالمهارات وتسخر بالموروث المادي ولا مادي أعتقد أن هذه رسالة نبعثها لأخيانا في تونس كاملة جنوب وشمال شرق وغرب لأنه تونس بثقافاتها بموروث المادي ولا مادي يمكن استغلاله ومساهمته في التنمية المحلية المستدامة.
تنجم تقدم لنا المنطقة السقوية في مرسى ولاد عزدين؟ شنو الخاصية نتاعها؟ شنو تزرعوا بالضبط؟ كيفاش تتعاملوا معناتها؟ كيفاش كانت منطقة جافة واصبحت منطقة سقوية؟ البادرة هي جات معناتها من مجمع البركة، ومجمع البركة وفرنا السونداج هذو من عام 2010 ولا 2009 حاجة كما هكا، ووزعونا الماء وإحنا قمنا بالواجب. معناتها إحنا كعنا فلاحتنا الرجال يمشيوا للفلاحة البحرية ونساهم اللي ينشطوا شوية معناتها بالكرمة والعنبة. الزراعة متاعنا مركزين شوية على العنبة والكرمة والزيتونة والنخلة. النخلة هي معناتها نقولوا تمشي كيف كيف عنا إحنا، هي والزيتونة زادة ما عندهمش فرق كبير. شنو النقائص نتاعكم في كلمة إجمالا؟ في كلمة إجمالا توا بالنسبة لتوا معناها الفلاحة هذه قلنا إيريجي معناها بالماء متاع البير. الماء البير فيه أربع ملوحة أربع جرادوات برشا. شنو اللي طيح هذا؟ يلزمنا تربية الأغنام. تربية الأغنام اللي هي ما عادتش كانت تجدونا معناتها تربي الأغنام، والواحد الغبار هو اللي نحي الملح. هو احنا بالضبط معناش ماذا بينا كان ثم إحاطة صغار الفلاحين باش يربيوا شوية أغنام هكا إعانات هكا باش يوفروا شوية أسمدة وغبار وباش يولي المشروع متكامل باش ينجموا. ماذا بينا كان لزاد السلطة يتلهوا بينا شوية يعملوا لنا نظرة باش يعاونوا صغار الفلاحين اللي ما يقدروش. إذا كان حتى كل دار بقيرة ولا زناجات ولا حاجة كما هكا يولي نجم يقاوم الملح هذا ويواصل وثم نجاح بحول الله. الصورة هذه الشمسية هي معرض الجزر في البحر الأبيض المتوسط كوسيلة للتنمية المستدامة. المعرض هذه تعرض في تونس في قرطاج وجبناه للجزيرة قرقنا في إطار المهرجان هذا. المعرض هذه يبرز الجزر الصغيرة في البحر الأبيض المتوسط وكذلك بعض فما الصور من مصور الفوتوغرافي سي شكري القشوري اللي صورهم خصيصا للمهرجان ويحكيوا على الخصوصيات متاع جزيرة قرقنا. قدمنا من أبيات شعر في هذه المناسبة مهرجان الشرقية وتحية لكل معناها تونس، وما فماش ما أحلى من عالم تونس ومن هذيك النجمة الحلوة اللي في عالم تونس. نقول حبيتها من الصغرى ونقشتها في القلب نجمة حمراء، صورتها على اللوحة وكراستي وكتابي تكبر فرحة وحفرتها على شجرة. حبيتها من الصغرى ونقشتها في القلب نجمة حمراء، حبيتها هالنجمة متربعة بدلال مثل الحلمة تلمع في حجر هلال تجلي الظلمة تضوي على أم الخضرة. حبيتها من الصغرى وانقشتها في القلب نجمة حمراء.
تجربه اولى لمهرجان هكا تشوفوا يعني اجواء الناس كل ملمومين فرحانين في امن تام. هذا في حد ذاته هو نجاح. اجواء ممتازه جدا صراحه. اهالي المنطقه رحبوا بالضيوف الكل صدر رحب وكانوا في المستوى بصراحه. وهذه فرصه المهرجان ورينا صوره للجزيره وبالاخص اولاد عز الدين وبالتراث العريق صراحه. فما عادات وتقاليد ما كناش نعرفوهم وبصراحه كانت مميزه. المهرجان كان مميز بالفعل معناها. في الختام لا يفوتنا ان نشكر اهالي جزيره قرقنا على حفاوة الاستقبال والمساعدة وحسن المعاملة التي قدموها للفريق التلفزي للوطنية الثانية. مرحبا بكم مرة أخرى في مهرجان الشرقية بجزيرة قرقنا. جولتنا الثقافية بالنسبة لليوم إن شاء الله تغطيتنا ومواكبتنا اللي اخترنا هيلكم بالطبيعة عجبتكم. كنت لاحظوا ديما نحاولوا نكونوا في فضاءات ثقافية مختلفة وفي مهرجانات صيفية متنوعة وباش الأذواق الكل تلقى حظها. احنا كالعادة إذا كان أنتم ما مشيتوش ما تخافوش توقع ياسمين يسافر بكم في دياركم مع أجمل وأحلى العروض اللي باش تقعد أكيد في ذاكرة الجمهور 2016. ما تنسيوش في غدوة باش نتقابلوا في نفس التوقيت وعلى نفس القناة. بقى لكم نقول لكم إن شاء الله ليلتكم أحلى وأسعد ليل. شكرا شكرا لطوق ياسمين وضحكت سامي.